كوفنت جاردن في عيد الميلاد هذا مليء بالمفاجآت. سندريلا، ماذر جوز أو أجلي سيسترز وغيرها من الشخصيات ستخرج من مسرحية وانس أبن أ كريسمس، نوع جديد من المسرح سمي بالتفاعلي التجريبي، قام به مسرح لوك ليفت لوك رايت أو التفت يمينا التفت يسارا. إنه مسرح يعتمد على الشارع بدلا من الخشبة كوسيط لعرض المسرحية. عرض مسرحية في الشارع مع شخصيات روائية حيث الناس يتنزهون لا يخلو من المشاكل، لكن ذلك يدخل ضمن العمل المسرحي، خاصة وأن أشخاصا لا فكرة لديهم عن هذا العرض يشاركون فيه كما يحضرونه. المسرحية مقسمة إلى عروض كل منها مدته 7 دقائق، وهكذا فإن المسرحية بأكملها تعرض خلال 1 ساعة و10 دقائق تقريبا. أقوم بدور إحدى شقيقتي سندريلا القبيحتين وأتحدث إلى الجمهور عن علاقتي بها، ثم نذهب إلى مقهى ويتهارد ونشرب الشاي. مسرحية تفاعلية حقا. أعتقد أن المسرح التجريبي انتشر في السنوات العشر الماضية، فيه يحصل الجمهور على المزيد من الحياة والإثارة، وفي هذه التجربة يمكن له أن يتشارك مع الممثلين بدلا من الجلوس والمشاهدة. مسرحية وانس أبن أ كريسمس مستمرة حتى 15 من كانون الأول ديسمبر في حي كوفنت جاردن. هذه الأغنية من ألبوم عيد ميلاد سعيد أو ميري كريسمس. إنه الألبوم 11 للمغنية الأمريكية ماري جين بلادج، لكنه أول ألبوم يتضمن أغاني لعيد الميلاد. إنه أول تعاون لبلادج مع المنتج ديفيد فوستر. إنه موسم عيد الميلاد، وأردت من خلال أغنية أميري كريسمس أن يملأ الحب والفرح حياتهم، فيتذكرون أيام طفولتهم في هذا العيد فيشعرون بالراحة، وهكذا سيمتلئ العالم بالحب والسلام والفرح والتفاهم. هذا هو هدفي. العديد من الفنانين والفنانات غنوا لعيد الميلاد، مثل جودي غارلاند وفرانك سيناترا ونات كينج كول المفضلة لدى بلادج. بمناسبة عيد الميلاد أطلقت سلسلة متاجر كمارت الأمريكية أزياء مختلفة. في الإعلان الدعائي الذي أطلقته للترويج لأزيائها، وهي ثياب رجالية داخلية يظهر الرجال وهم يهتزون في تماثل هزلي لأجراس عيد الميلاد حين تقرع. هذا الإعلان الذي عرف بشو يور جو أو جينجل بيلز، أي الأجراس تقرع، حصد 7 ملايين مشاهد على موقع اليوتيوب، لكنه لم يعجب منظمة 1 مليون مامز، مما دفعها إلى إطلاق حملة لمنع عرضه. لكن محلات كمارت الشهيرة بإعلاناتها المثيرة للجدل لا يبدو أنها سترضخ لهذا الطلب.